الدولة إن لم تزدهر تنهار، والحوكمة إذا لم تتقدم تتراجع. تعكس هذه المقولة حكمة السنيين القدماء التي تسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنيين. أكد شي جين بينغ خلال المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني على أن الأمن القومي يشكل أساساً لنهضة الأمة، وأن الاستقرار الاجتماعي يعد شرطاً مسبقاً لتقوية دولة وازدهارها. فأولاً دعونا نستمع كيف ينظر الشعب الصيني إلى هذه القضية. 作为农业科研人员，我认为农业问题就是国家安全问题。 就像习总书记说的，我们要自立更生，中国人要把饭碗端在自己的手上，粮食安全嘛，那就当然是手中有粮，心中不慌。إنه من المنطقة الرئيسية لإنتاج فول سويا في مقاطعة هيلونجيانغ بشمال شرق الصين. يتجاوز إنتاج الصين السنوي من الحبوب 650 مليون طن، مما يحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب. لكن القدرة على إنتاج فول سويا لا تزال حلقة ضعيفة. وفي عام 2021 شكل فول الصويا المستورد أكثر من 85% من إجمالي الطلب في البلاد. ولهذا السبب طرحت الوثيقة المركزية الصينية رقم 1 تنفيذ برنامج زيادة إنتاج فول الصويا وزيت الصويا، مما يقلل من الاعتماد على الواردات. اليوم سأدعو الخبير في الشؤون الصينية الدكتور ياسر طاهر، نعم، لنكتشف معا كيف ستحل الصين هذه المشكلة. الشخص الذي سنلتقي به اليوم هو الدكتور تشين تشينشان، الذي يعمل على تربية سلالات بذور فول الصويا لأكثر من 20 عاما. تربية سلالات البذور، كما أعرف أن البذور هي بمثابة الرقائق الإلكترونية للزراعة، فهي تحتوي على المعلومات والتقنيات الأساسية لضمان الأمن الغذائي. بالفعل لدي العديد من الأسئلة التي أود مناقشتها معه. حسناً، لنذهب. الأستاذ دكتور تشين تشينشان هو عميد كلية زراعة بجامعة شمال الشرق الصين للعلوم الزراعية، وهو يعلم تماماً أنه بالمقارنة مع القدرة على الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأرز والقمح والذرة، فإن تحقيق هدف التربية العلمية للبذور والتحسين القدرة على إنتاج فول سويا هو أمر لا يحتمل تأجيل. 大豆植株分支越多，这个荚越多，产量就越高。这一个能生产多少？ 一般来说，一株啊能达到2两到3两这样的量。那也不少。对对对。但实际上，我们面临的就是国际竞争。大豆现在是国家的一个痛点。那第一要解决的其实就是品种。在未来的3到5年，我们想把现在的品种产量再提高50%，一年将会增产1000万吨，可以替代进口量的1/10。 زيادة إنتاج زيت سويا وفول سويا ورفع نسبة الاعتماد الذاتي في الإنتاج تعليمات أصدرها رئيس الصين شي جين بينغ في عام 2021. تستغرق تربية نوع جديد من فول سويا مدة 10 سنوات على الأقل. انكب تشين تشينشان على دراسة التربية الذكية للبذور من أجل تسريع وتيرة البحوث وتطوير للأصناف الجديدة. 这面呢就是我们的这是光胁迫的培养舱。通过这育种舱呢，我们可以实现各种环境因子对种植资源胁迫的这种影响。你可以看到很明显，那个呢对干旱和光照对它们来说呢就影响比较小。对这面来说呢就不太耐旱了。التحديث الصيني النمطي هو تحديث عن طريق التنمية السلمية. السلام يتطلب الاحترام المتبادل، والتنمية تتطلب التعاون والفوز المشترك. تعتبر الصين شريكا موثوقا به للأمم المتحدة ولعدد كبير من البلدان النامية في مجال الأمن الغذائي. أنشأ فريق تشين تشينشان آلية تبادل والتعاون مع العديد من البلدان في إفريقيا وأوروبا، وقدم مساهمات إيجابية لتعزيز بحوث تربية بذور فول سويا في العالم. 这位呢就是我们国际的留学生，那么现在在攻读博士学位。
我们实验室呢，现在也培养了将近10名的国际的留学生，现在是深度的参与这边的生物技术育种。那看来中国人不仅仅为自己国家的粮食安全做保障，还为全球人民的粮食安全做积极贡献。嗯，是的，伟大。 كان الأمين العام شي جين بينغ قد اقتبس قولا صينيا قديما يقول الدولة إن لم تزدهر تنهار والحوكمة إذا لم تتقدم تتراجع فكيف تفهم هذا القول القديم؟ هذه المقولة تشير إلى أنه بغض النظر عن مدى ازدهار الدولة فإنه عليها أن تكون مستعدة دائما لمواجهة الخطر حتى في أوقات السلم وإلا فإن الكوارث قد تحدث في أي لحظة. نعم، ومن تجربة تشينغشان، كيف تفهم أهمية الأمن الغذائي للأمن الاقتصادي والأمن القومي؟ بعد الصراع الروسي الأوكراني، سيكون لارتفاع أسعار المواد الغذائية تأثير كبير على التضخم الكلي، خاصة على أولئك من ذوي الدخل المحدود والمنخفض في الدول التي تنخفض فيها التنمية، خاصة في بلدان الشرق الأوسط، مما سيلقي بظلاله أيضا على الأمن الغذائي والاقتصادي لتلك الدول. لذلك فإن العلماء الصينيين وفي أوقات السلم يقومون بإجراء المزيد من البحوث في تقنيات تربية سلالات بذور الصويا من أجل حفظ الأمن الغذائي والاقتصادي للصين. <音>天下之事不胜则衰，天下之治不进则退。世界总是在矛盾运动中发展的，没有矛盾就没有世界。 纵观历史，人类正是在战胜一次次考验中成长，在克服一场场危机中发展。لا يمكن الحديث عن الأمن الغذائي دون الحديث عن اكتفاء ذاتي، لأنه أساس الأمن الغذائي هو امتلاك سيادة في المجال الغذائي. A brief answer would be to encourage food production at home, but of course not all countries have the facility to produce enough food for their own people. Siempre teniendo cuidado también de los territorios y su particularidad de las personas que viven en ellos para que no se vean perjudicados por una sobreexplotación de la tierra y de sus propios recursos. وهذه الإنجازات بحد ذاتها تمثل مساهمة كبيرة من الصين في تحقيق الأمن الغذائي العالمي. فالصين تبذل قصارى جهدها للمساعدة على بناء عالم خالي من الجوع عن طريق التكنولوجيا الزراعية التي توصلت إليها.